الأوضة دي اسمها إيه؟ Not laughing. Don't laughing، يعني مش عايزين نضحك، ماشي؟ أوكي؟ أنا هبتدي أكشر وأنتي تحاولي تعملي لي حاجات بتضحكني. أوكي. لو عملتي لي وشوش وضحكتيني يبقى أنتي اللي كسبانة، أوكي؟ أوكي. ماشي؟ 1 2 3 ايش في البو؟ انت ضحكتيني يبقى انت اللي ايه؟ استني استنى يلا ايه ابتدي. خلاص خلاص. طيب هنشوف مين فينا اللي هيخلص العصير بتاعه اسرع. طلنا العصير. اوعي تضحكي. ايه اللون ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في الناس دي كلها جت كده ليه؟ ايه بقى؟ كده احنا الاتنين هنقول ستوب للتايم. ستوب. دلوقتي هنشوف مين فينا اللي الكوبايه بتاعتها اقل. دي كوبايتك ودي كوبايتي. زي ما انت شايفه كوبايتي انا خلصت اكتر، يبقى انت يبقى انت اللي هتترشل. خلاص هنروح للتحدي اللي بعد كده. بتعرفي تغني بالهيليوم؟ بجد؟ انا مره جربت. طيب هنجربها بقى دلوقتي تاني. ماشي، عايزين اغني لك انا اغنيه ايه الاول؟ ديسباسيتو. ديسباسيتو ايه؟ اوكي ماشي، هغني لك ديسباسيتو. ديسباسيتو طربت طربت طربتيتو، انت يا بنت ضحكتي خلعتي حكي. ايه هو اكتر اكل مش بتحبيه؟ مش بحبه. تحبي السوشي؟ أنا مش هاكل سوشي. تعال يا سوشي. ده جميل جدا. لا ده جميل جدا. تعال خدي حتة صغيرة. حتة صغيرة، حتة صغيرة. يلا. لا أنا عاوز حتة أصغر. لا هي دي الصغيرة، لازم تاكلي من إيدي. افتحي بقك. طب تعالي. لازم. هتخسري. هتخسري الجايزة. يلا. يلا افتحي بقك. يلا. طعمه حلو؟ زي السمك. صح؟ شفتي بقى انه واحد؟ انت بقى كنت طول الوقت عماله تكرهي نفسك فيه وانت اصلا ما دقتهوش. عجبك؟ هتاكلي السوشي بعد كده؟ لما اي حد يديكي السوشي تقولي له اوكي وطعمه حلو، ماشي؟ طعمه زي السمك. دلوقتي بقى هقول لك انت كسبتي وهشوفك في المرحله الجايه، بس لازم تطلعي تجري بسرعه والا هرشك. لو ما جريتيش دلوقتي اجري يا نوران اجري. انت ايه اكتر اكله بتحبها؟ انا بحب الكرنب. الكرنب؟ يا رب تطلع صح. الحمد لله. في حاجات بتيجي بعد الكرنب بتجيلك؟ انا مش عارف، انا احترت بقى. ايه انت استعجلت في الاجابه. ما تستعجلش، انا كنت اسالك على الحاجات الحلوه اللي بتيجي بعد الكرنب بتجيلك. انا مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ بتحلي؟ ماشي انا بتحلي ولا ما بتحليش؟ بتاكل الجاتو والتورته ولا لا؟ انا باكل الجاتو، كان من زمان بقى. كان الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكرا مايسترو. نعم. اصبر عليا كده واحده واحده. الحمد لله. ايه اكتر حاجه بتضايق اهلك منك؟ ها؟ اكتر حاجه بتضايق اهلك منك؟ خلي الزر ده يوقف. حاضر. عشان انا عمال اضرب اخويا. وعشان ايه كمان؟ وكمان انا بجري على اللابتوب عشان احمل بول اللي يبعد. هو ده الصح. شفت اديتك اخضر كتير ازاي؟ حبيتك. انت بتحب تعوم؟ انا تعوم. يعني بتعرف في السباحه؟ تحب البحر، البسين؟ انا سبحت قبل كده في اسكندريه. سبح؟ فين تاني غير اسكندريه؟ بسبح يعني بقعد على البانيو وانا واحمد في الحمام بنقعد. طيب لما بتسبح وانت في البحر جوه عملت بيبي؟ لا. ايه؟ لا والله لا والله. اهو طلع اخضر. ماشي.
اخبار فرقتك ايه؟ تمام. كويسين؟ كويسين. اكلوا؟ اكلوا. عددهم كم واحد؟ ها؟ عددهم كم واحد؟ انا اصلا ما اعرفش انا على فكره، انا ما عدتهمش كلهم. كانوا من قبل واحد اثنين ثلاثه اربعه، كانوا ساكنهم اربعه من قبل. بقوا كام بقى دلوقتي؟ كانوا قبل كده كانوا أصلا انا كنت انا احنا كنا سبعه كلنا. ساكنوا كانوا سبعه. عازفين وايقاع ولا ايه؟ انا مش عارف. مش عارف اسمه اهو. طلع صح، انا قلت الحقيقه. الحمد لله. انت اصلا خلاص، انت اطمن، انت واضح ان الجهاز حبك وتفاعل مع جزيئات مخك البطيئه. فك الحاجات دي كلها، شيل خلاص من على دماغك. يلا، لسه في بقيه السلوك عليه اقوى بكتير اكتر. ايوه بس خلاص. ايوه كده، يلا باي باي يا مايستر. عامله ايه مدام مروه؟ تمام الحمد لله. عايز اقول لحضرتك ان زينه وعليا من اجمل واحلى الاطفال اللي جم عندي، وزي ما حضرتك شفتي انا النهارده دلعتهم، اكلتهم، شربتهم، حميتهم، كل حاجه كانوا عايزين عملتها لهم. وده مخليني عايزه اطمن، هل هم مع ام متفاهمه معاهم ومفاهماهم، ولا حضرتك مشغوله عنهم؟ هطلب من حضرتك ان انا اعمل لك اختبار بسيط، وهطلب من عليا وزينه ان هم يلبسوا السماعات اللي وراهم دي ويستمتعوا بالمزيكا. ايوه يا عليا يا زينه. خلاص هما كده البنات راحت مني وكل حاجة تمام. هبتدي أسأل حضرتك، قولي لي إيه أكتر لعبة بناتك بيحبوا يلعبوا بيها؟ ليجو. الاثنين هما بيبدلوا، يعني بيلعبوا نفس الألعاب بس بيبدلوا مع بعض. يعني بيحبوا الليجو. أنا دلوقتي هطلب من البنتين الجميلتين عليا وزينة إن هما يشيلوا السماعات. حطوا السماعات وراكم. انا سالت مامتكم على اسئله عنكم وعن شخصياتكم وهي جاوبتني، فانا هسالكم نفس الاسئله وهشوف هل اجابات مامتكم صح ولا غلط. اوكي اوكي قولوا لي ايه اكتر لعبه بتحبوها؟ سنيك اند ليدرز. للاسف مامتكم قالت الليجو والاجابه غلط. يا خبر، شكل كده مامتكم هتضيع كل تعبكم في المسابقه، يعني انتوا كسبتوا في كل حاجه وهتيجوا هنا تخسروا بسببها. استر يا رب. ركزي يا مام. حاضر. طب قولوا لي ايه اكتر اغنيه بتحبوها انتوا الاثنين؟ منظر فادي. مامتكم قالت لي نيلي وشريهان. طب ايه بقى يا مدام مروه؟ ايه كده؟ مفيش تفاهم. طب ايه اكتر لون بتحبوه؟ بينك. دي قالت لي الاصفر. انا مش عارفه بصراحه. هو حضرتك يا مدام بتشتغلي؟ لا. طب امال ايه يا مدام مروه؟ لما حضرتك ست بيت ومتفرغه، يبقى ايه يعني ايه اللي يشغلك عن بنتين جمال زي دول؟ ايه اللي يشغل حضرتك عن انك تعرفي شخصياتهم؟ لا هما كل يوم بحال بصراحه. كل يوم بحال؟ يعني حضرتك كمان بتطلعي اولادك اللي هم اللي غلطانين؟ طب انتوا رايكم ايه يا بنات في اللي بيحصل ده؟ متضايقه؟ لا. مش متضايقه خالص؟ تفتكروا ان السبب عشان انتوا اتنين فهي مش قادره تلحق عليكم؟ صح؟ طيب خلاص، يبقى انا هحل الموضوع ده بطريقتي. اتفضلي كده معايا يا مدام مروه. اتفضلي حضرتك، ممكن تدخلي في الجهاز ده. خلي لا هنا في الجهاز ده، من هنا من الباب ده، افتحي الباب ده كده. دوسي على الخرمه وافتحي الجهاز وادخلي حضرتك. ايوه اقفلي كده بس. ممكن يا زينة تقومي تدوسي على الزرار ده؟ أنا ده؟ بس كده، اقعدي بقى. عارفين بقى أنا كده هعمل لكم إيه دلوقتي؟ إيه؟ أنا هحول لكم مامتكم إلى اتنين. كل واحدة فيكم هيبقى ليها أم مخصوصة بتاعتها، زي الموبايل، زي الفوطة الشخصية، زي كل الحاجات بتاعتنا، حد بياخد بيجامتك بتاعتك، مشتك بتاعك، كل حاجتك لوحدك، مفيش حد بيتشارك في حاجة، إحنا مش داخلين جمعية هنا. مش كده أحسن؟ يعني صح؟ طيب اتفضلي يا مدام مروه. مروتين اتفضلوا. لا اله الا الله. ازيكم؟ مين فيكم مروه واحد؟ انا.
ومين مروة اتنين؟ أنا. طب كل أم بقى تروح لبنتها. أنا شايفة دي مامة عالية ودي مامة زينة. يمكن كده أقدر أراعيكي أكتر وأهتم بيكي صح؟ متفقين على كده؟ عايزة أعرف رأيكوا أنتوا مبسوطين ولا متضايقين؟ يعني مش قوي. ما هو كده هياخدوا بالهم منكوا أكتر صح؟ بس. يعني أنت كده يا عالية لما هتطلبي من مامتك حاجة مش هتيجي تقولك ثانية بعمل حاجة لزينة، هتقولك عيني لأنها متفرغالك صح؟ مش ده أحسن؟ خلاص خدي والدة زينة، خدي بنت زينة واخرج. يلا هاتي حضني كبير وقولي لها يا ماما مفيش ما بيننا أي حاجة هتفرقنا. ماما مفيش أي حاجة هتفرقنا ولا الشكل عمره كان حاجز. خدي بقى ماما أيوة وطلع. طب وانت يا علي ماشي مبسوطة؟ خدي بقى ماما وامشي بيحضنيها الأول. ولا بحبك يا ماما يا شيك. بحبك يا ماما يا شيك. يلا خدي ماما بقى وروحي. ان 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 عارفة على فكرة. عارفة يا شيخ. سمعتي ماما. سمعتي منين بقى؟ ايه لما ضحك. طب انتوا اصلا ازاي كنتوا موافقين ان انا اغيرها لك؟ طبوني احنا عشان عارفين ان انتي اصلا مش هتعملي كده. مش هعمل كده؟ اه. طيب انتوا بتتحدوني يعني؟ لا خلاص انا بقى دلوقتي حالا هحولكم بالعصايه دي وهخليكم